العملية العسكرية المشتركة ضد أهداف ليبية يبدو أنها عززت من ثقة المعارضة المسلحة، فها هي على تخوم أجدابيا تتوعد قوات معمر القذافي وتعد بالقتال من أجل استعادة البلدة ومواصلة زحفها. والله إن شاء الله خير، نحن نطلع قوات معمر ونحر أجدابيا لأن فيها ثوار جوا محصر معمر ويقتل في الناس المدنية اللي جوا. بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار من جانب السلطات الليبية، إلا أن تقارير عدة تتحدث عن تواصل القتال في مناطق اشتباك عدة ومن أبرزها مصراتة، البلدة الغربية الوحيدة التي لا يزال للمعارضة المسلحة وجود فيها. لليوم الرابع على التوالي يتواصل القصف الجوي من قبل القوات العسكرية المشتركة على أهداف ليبية، وقد سجل سقوط وتحطم طائرة أمريكية في ليبيا لأسباب فنية. إلا أن بغض النظر عن هذا الحادث، فإن القادة العسكريين الغربيين يؤكدون تحقيق نجاح كبير في تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بالتدخل لحماية المدنيين وفرض حظر جوي بهدف تعطيل القدرات الدفاعية الجوية الليبية. لدينا أفضل المؤشرات الممكنة بأن لهذه العملية تأثيرا حقيقيا، خصوصا حماية بني غازي من قوات القذافي. في طرابلس مشاهد يراد منها الإيحاء بصورة مختلفة بأن شعبية الزعيم القذافي ما زالت قوية، والصورة يراد أن يقال بها إن التدخل الغربي هو عدوان يقوي موقف الزعيم ولا يضعفه، صورة يعززها تزايد الضغوط الدولية المعارضة للقرار الدولي الذي يلف تفسيراته الدقيقة أكثر من غموض. كارين طرباي، BBC.